في واستاذي جيت من العراق ازوره واعطيته احد القناه العربيه بين ازوره وفيد معه. احكي لنا المواقف اللي حصلت ما بينكم وهو في العراق وكم علاقات قويه جدا. بقالكم كم سنه ما تلاقيته؟ 35 سنه. 35. استاذ نصر عايزينك تحكي لنا بقى القصه اول مره قابلت فيها الاستاذ نصر. صدر قرار تعييني حقوقي بكهرباء الانبار، ولما وصلت للمديرية علشان استلم عملي فوجئت ان الحقوق في الانبار بيشغل هذا المركز راجل كبير سنا حاصل على شهادة اعدادية، فما كانش يستقيم المنطق ان ما هيجيبوا شاب مصري صغير يمسك ريس عليه وراجل كبير ومسك رئيس القسم. فهنا حصلت مشكلة انا اشتغل فيه، فكانت المبادرة من صديق عزيز علينا في المكتب، هو اللي جه المدير وقال له اخد استاذ نبيل يشتغل معانا احنا محتاجينه. وكانت ترحيبه والفرحه الغامره كانت بشاب صغير في السن عمره 18 سنه واثنين بنات، واحده اسمها حزام والثانيه اسمها فائزه، اللي رحبوا بيا جدا كاخ كبير لهم. انا كان عمري في هذا الوقت 28 سنه وهم شباب مازال في بالاعداديه بالصف الاول الثانوي. من وقت ما حطيت رجلي في هذا المكان اصبحوا كلهم اخواتي او انا اخوهم الكبير، ولقيتهم بيدرسوا دراسه مسائي، فتطوعت انني اساعد الاخ ناصر باعتباره كان عنده مشكله في اللغه الانجليزيه، وده اللي ربنا قدرني عليه ان انا يعني اتواصل معاه فيه لغايه ربنا ما مكنه انه يخلص اللغه ويتمكن منها ويقدر ينجح بيها ويدخل بها الجامعه. في الوقت ده البنات عرفوا ان انا بدرسته فغار وعايزين كمان ادرس لهم، وفي محاذير انك تروح اي بيت عراق عشان تدرس لبنات، لغايه ما جالي اخو بنتي منهم واخدوني ادرستهم في بيت واحده منهم ويوصلني ويجيبني بالسياره وبلا اجر وبلا مقابل. بس هما الحقيقه وانا راجع ادوني هدايا وحاجات اكتر مقابل كنت اخد، فعشت في وسطهم زي اخ منهم، وكنت بتكلم عراقي زيهم تماما، كنت باتقن اللغه العراقيه تماما زيهم. الوحيد من المصريين اللي كان ضيف اساسي في جميع عزائم قيادات مديريه الكهرباء بالعراق في كل المناسبات حتى فتحات اموات. واذكر موقف ظريف من مواقف فتحات الاموات، انهم قدموا لي قهوه يا استاذ عمرو، والقهوه عندهم مره علقه. شربت اول قهوه مره خلاص هو واجب، لقيت الراجل واقف قدامي اداني فنجان قهوه تاني، فبصيت له شربتها لقيته واقف صبيل قهوه تالت، فانا خلاص مش قادر، وهم قاعدين حواليا اصدقائي العراقيين يضحكوا عليا لان انا مش عارف عوايدهم. ففي المره الثالثه قلت يمكن العرف عندهم او التقاليد هم ثلاثه اتكرها غصب عنك وليكن ما يكون. شربت الفنجان الثالث والمفاجاه لقيتهم بيصبوا لي الفنجان الرابع. قمت قايم من مكاني في وسط الميتم في وسط العزاء، قلت له انت عبالك ماكو حد بالقعده غيري، هي القهوه دي كلها جايه عشان انا ما عايز. قال لي خلاص افتهمنا، وهم قاعدين بيضحكوا عليا وما حد عرفني. بعد ما طلعت بره قالوا لي مين يجي لك بتاع القهوه من اول فنجان ما تريد اعمل له الفنجان هالشكل هزه له كده يعرف انت ما عادش عايز.